القراصنة الصوماليون، القصة الكاملة، القرصنة، السرقة، الإجرام، كلها عناوين عارضة تلفت الانتباه، تتكرر وقائعها في كل مرة. فرغم وجود الأمن في جميع أنحاء العالم، إلا أن الدول النامية وحتى المتقدمة منها تعاني من الظواهر المذكورة سلفا، من دون الوصول إلى حل صارم ومن دون استطاعتها في الحد منها بشكل نهائي. فيديو هذا اليوم يروي قصة القراصنة الصوماليين وتاريخهم مع القرصنة والسرقة، كما آخر العمليات التي نفذوها لأشهر باخرة شحن إماراتية كانت في طريقها إلى ميناء مقديشيو قبل أن يتعرضوا لها ويحجزوا ما بها من مواد وأشخاص. فمن هم القراصنة الصوماليون؟ ما هو تاريخ نشأة عصابتهم؟ وما هي ظروف قرصنة الباخرة الإماراتية الضخمة؟ مشاهدين الأعزاء، إن كنتم أول مرة تشاهدون فيها فيديوهاتنا، فندعوكم إلى الاشتراك بالقناة للتوصل بكل ما هو جديد وشيق. أما عن متابعينا الأوفياء، فندعوكم إلى الضغط على زر إعجاب إذا أعجبكم الفيديو. كما لا تنسوا متابعة الفيديو إلى الأخير لمعرفة التفاصيل المثيرة لقصة هذا اليوم. لنتابع. إن القرصنة عموما في القرن الأفريقي تتضمن بشكل أساسي القراصنة الصوماليون الذين اعتادوا على قرصنة السفن والبواخر، وكذلك سرقة الموانئ والزوارق الصغيرة وعمليات الاختطاف، حيث أصبحوا يشكلون تهديدا حقيقيا على النقل البحري الدولي وعلى مختلف المؤسسات الدولية كذلك. فالمنطقة البحرية الدولية ونظام التغذية العالمي بدورهم عبروا عن قلقهم تجاه ارتفاع عدد هجمات القراصنة بالعشرين سنة الأخيرة. واستجابة لذلك، فالعديد من المنشآت الحربية لـ OTAN الروسية، الهندية، ومن كوريا الجنوبية تم تشييدها بالسواحل الخاصة بالقرن الأفريقي لحماية التنقل البحري وضمان سلامة وأمن البواخر والسفن بالموانئ. وبالتالي فإن عدد الهجمات قد قل تدريجيا من سنة 2014 إلى غاية 2019 بساحل الصومال والدول المجاورة المحمية، بينما انتقلت سلسلة الهجمات إلى سواحل نيجيريا. يبرر القراصنة عادة أفعالهم تحت منظور نيتهم في حماية الساحل الصومالي من التهديدات الخارجية ومن سفن الصيد الغير معروفة، وكذلك من التلوث البحري للسفن الشاحنة للنفط التي تطلق بسواحل الصومال السموم الكيميائية المتسربة من النفط. حسب تقديرات البنك العالمي، فإن المبالغ النقدية التي منحت للقراصنة طوال فترة نشاطهم منذ بداية أول هجوم لهم سنة 2005 إلى غاية 2012 قدرت ما بين 339 و413 مليون دولار. يعتبر القرن الإفريقي أقصى شرق القارة الإفريقية، كما أن الصومال البلد الذي بحرب أهلية دائمة تتضمن ساحلا بحريا مهم، حيث تبلغ مساحة مياهها الدولية 3025 كيلومترا مربعا، وتعد المنطقة الأكثر نشاطا فيما يتعلق بالتجارة البحرية، حيث أن المعاملة التجارية بين الشرق الأقصى وأوروبا تتم بالعبور على القرن الأفريقي وتحديدا الصومال كما شبه الجزيرة العربية. إن تحديات الدولة الصومالية صعوبة وضعها الاقتصادي وكذلك هشاشة أنظمتها السياسية كانت العامل الأساسي الذي أدى إلى ظهور القراصنة الصوماليين ونشأتهم بحدود القرن الإفريقي واليمن، الدولة التي تعتبر أيضا هشة اقتصاديا بموارد ضعيفة نسبيا للتحكم بخليج عدن وضمان حمايته، الأمر الذي قاد العديد من سفن الصيد لاستغلال الأوضاع الهشة والاستيلاء على خيرات مياه الصومال، مما أدى إلى زعزعة النظام الداخلي بالصومال وخلق المزيد من الصعوبات الاقتصادية بعد أن تم نهب الأسماك التي تنعش الاقتصاد الصومالي. صرح السفير الصومالي بفرنسا أن إحصائيات نوفمبر 2009 أسفرت نتائجها على أن 900 ألف صومالي ماتوا بنفس السنة، كما رحل 1.5 مليون صومالي من البلاد، بينما يعيش 3.5 مليون صومالي على المساعدات الغذائية لهيئة الأمم المتحدة بعد تدهور وضع البلاد تدريجيا منذ سنة 1980.
بالرغم من انخفاض هجوم القرصنة تدريجيا من سنة 2006 بعد هيئة اتحاد المحاكم الإسلامية، إلا أن غزو إثيوبيا للصومال سنة 2006 قد قلب الموازين، حيث أن الحكومة الفيدرالية حاولت الحد من القرصنة بالسماح للسفن الحربية القادمة من ميناء الصومال بحماية الساحل والتدخل بغية الحماية في أي لحظة. كما أن مديرية هيئة الأمم المتحدة تبنت قرار رقم 1816 بالثاني من يوليو لسنة 2008 بالسماح للسفن الحربية المعترف بها من قبل الحكومة الصومالية بملاحقة القراصنة وتتبع أثرهم، كما تم منحهم جميع صلاحيات الحماية والدفاع في الساحل. أظهر تقرير من هيئة الأمم المتحدة أن القراصنة الصوماليون قد استعادوا نشاطهم سنة 2010 باستيلائهم على 37 باخرة طوال 9 أشهر من السنة، كما كان قد سبق لهم الاستيلاء على 33 باخرة أخرى بالسنة الفارطة، ليصبح عدد الرهائن بنوفمبر لسنة 2010 494 رهينة. بالتاسع والعشرين من ماي من سنة 2011 صرحت مبادرة UNG إسكوتيرا 164 بحارا، كما 43 باخرة لا يزالون في قبضة القراصنة. بالعشرين من ديسمبر من نفس السنة صرحت أليوناف فور أن 199 رجلا وسيدة لا يزالون رهائن لدى القراصنة الصوماليين، كما أن 2317 بحارا من سفن التجارة قد تم احتجازهم طيلة المدة الممتدة من 2008 إلى 2011، وأن 60 بحارا على الأقل لاقوا حتفهم نتيجة اختطافهم من قبل القراصنة، كما أن العديد من صفوف البحارة الآخرون عانوا من سلسلة تعذيب نفسي وجسدي، كما 49 رهينة تم حجزهم من قبل القراصنة من دون باخرة، حيث رجح أنها قد غرقت أو تم هجرها. إن التدابير الأمنية بالساحل الصومالي وكذلك تطور الأوضاع بها أدى إلى انخفاض نشاط القراصنة تدريجيا بعد أوج نشاطهم لسنة 2011. تكرر ظهور 75 هجوما سنة 2012، كما 15 هجوم لسنة 2013، من بينهم هجومين على السفن التجارية التي انتهت بمفاوضات من قبل القراصنة مع الجهات المعنية حول إرجاع البضاعة المنهوبة. تتعدد الأسباب التي تدفع القراصنة الصوماليين بتكثيف نشاطهم وسيطرتهم على المياه المحلية للبلاد، فالترجيح الأول وراء نشأة القراصنة هو غياب الدولة وعدم قدرتها في السيطرة على الهجمات المنفذة على سواحلها ومناطقها. أما السبب الثاني هو نهب سفن الصيد الدولية لخيرات المياه المحلية الصومالية، ما أدى بعينه من الشعب الصومالي بحماية المياه من النهب العلني وأخذ زمام الأمور بها. السبب الثالث يمكن أن يكون بسبب الطرق البحرية التجارية التي تسهل على القراصنة الولوج إلى المياه المحلية بكل سهولة. السبب الرابع يرجع إلى أن القرصنة بالصومال ربما أصبحت عادة متوارثة بين الصوماليين ومعرفة لهويتهم. أما السبب الأخير فإن القراصنة لا يقتصرون على النهب والحجز على السفن وحسب، بل يقومون بالتدريب اللازمة ويحصلون على الأسلحة من السفن الحربية لكي يطوروا بها نشاطاتهم وهجماتهم. يعتبر تحطيم سفينة الصيد إيكاوات نافا 5 من العمليات الحماسية في مسيرة القراصنة الإجرامية، فبالثامن عشر من نوفمبر من سنة 2008 سفينة الصيد البحرية القادمة من تايلاند والتي تم الحجز عليها من طرف القراصنة خلال صبيحة انتقالها تم تصويبها من طرف طائرة حربية هندية F-44 اعتقادا منهم أنها سفينة تعود للقراصنة، ومن بين 16 شخص نجا شخص واحد فقط. بحلول 2013 وبتشديد الحماية وانتشار مختلف العناصر الأمنية البحرية بسواحل الصومال، كما بزرع العديد من الرادارات من قبل الدول المرسلة للعون الحربي بساحل قرن إفريقيا، انخفض نشاط القراصنة تدريجيا إلى أن كرروا الظهور سنة 2017 بعد الاستيلاء على سفينة تجارية قادمة من الإمارات متجهة إلى مقديشو، حيث كان أول ظهور للقراصنة بعد مدة من
الهدنة بالساحل، تم الاستيلاء على السفينة بعد استغلال الأوضاع وانتهاز فرصة وجودها على عطب، حيث توقفت السفينة لبرهة من الوقت بعد الإعلان عن عطب ميكانيكي بها، وما هي إلا دقائق حتى تمكن 6 قراصنة صوماليون مسلحون من السطو عليها. بعد أن كانت سرعة السفينة انخفضت نتيجة توقفها، تم استعادة السرعة حينها. لوحظ بالسفينة اتجاهها بالمنح العكسي وسط ذهول وتساؤل من القبطان المكلف بالقيادة، فتفاجأ الجميع على حين غرة بوجود القراصنة على متن السفينة وتحكمهم باتجاهها وببضاعتها. لم يتم تحديد جنسيات الراكبين والمكلفين بتوصيل وشحن البضاعة، إلا أن القراصنة تمكنوا من النهب والحجز على 28 رهينة وسط تفاوض من الجهات المعنية على إطلاق سراح الرهائن. تم بالفعل تحريرهم بعد أن استطاع القراصنة الفرار والحجز على سفينة للبترول مباشرة من بعدها، بالرغم من وجود الأمن الدولي بجميع مرافق المجال البحري لقرن أفريقيا، وبالرغم من تشديد الحماية بالصومال واليمن على وجه التحديد، إلا أن القراصنة الصوماليون لا يزالون على قيد أنشطتهم، بل يطمحون لتكثيفها وتطويرها في كل مرة دون الاكتراث للدولة أو للدول الأجنبية والمنظمات الذين يحاولون مهاجمتهم والحد من وجودهم. تبقى تفاصيل عمل القراصنة في غاية السرية، فلا أحد يعلم استراتيجية هجومهم أو مكان إقامتهم، حتى كيف يخططون لشن الهجوم والسرقة، بالرغم من تواجد الرهائن جنبا إلى جنب مع القراصنة خلال عمليات الخطف والهجوم، إلا أنهم لا يستطيعون تحديد ملامح أي عضو من بينهم بسبب تغطية وجوههم وتشابه ملامحهم الظاهرة من خلال الأقنعة من أعين وشفاه وأسنان. وكذلك يبقى لغز القراصنة الصوماليون الذين تزداد أعدادهم في كل مرة محيرا ومؤرقا للهيئات والمنظمات العالمية، وليس فقط للصومال.